واحنا بنوثق لواحده من الدورات المهمه لمهرجان القاهره، كان لازم جدا نوثق للي حصل في السنه دي. والسنه دي كانت سنه مهمه لصناعه السينما المصريه وللسينمائيين المصريين والفنانين المصريين، حتى لو ما كانش الابداع في مجال السينما بس هو كان نجاح لازم نحتفي بيه ونحييه ونحترمه. ونجاح احمد حافظ اكيد حاجه لازم نقول له عليها مبروك ونحتفي بيها، ونقول له قد ايه احنا فخورين بيك وبهشام نزيه وبدياب وبكل الناس اللي شرفوا بيه من العدل وكل اللي شرفونا في تجربه الحقيقه خلتنا كلنا كشباب وكسينمائيين وغير سينمائيين مبسوطين قوي. فالف مبروك. متشكر جدا 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 يا شريف، الله يبارك فيك. متشكر، ويعني تبقى حلوه كده ما تبقى جايه من صحابك وجايه من المصريين كده، بيبقى فيها حاجه حلوه. طيب لازم اعرف مبدئيا ما قبل التجربه دي، يعني انت احمد حافظ عندك خبره كبيره، مش اول مره تاخد جوائز، مش اول مره تشتغل في مشاريع عالميه، يمكن مش بالحجم ده بس كان ليك تجارب كتيره ومهمه. ايه الاختلاف اللي حصل معاك انت بقى في شغلك، في طريقه تعاملك مع الموضوع، تجربه مارفل دي اللي هي المنظمه او المنظومه العالميه دي، السيستم ده فرق معاك في ايه؟ بص لازم اقول لك حاجه في الاول كده، وهو بقيت متاكد اكتر بعد ما رحت تجربه مارفل دي، متاكد ان احنا ككاليبرز او يعني احنا هنا كتالنتس في مصر، مش هقول لك اشطر من بره كده، بس احنا فعلا عندنا اللي ينافس بره عادي جدا. الفرق الوحيد او الحاجه الوحيده اللي اقدر اقول لك انها اتعلمتها او كانت غايبه عننا وما زالت بتغيب عننا بحكم ان احنا بنشتغل في صناعه ظروفها شويه صعبه بحكم الاقتصاد وبحكم حاجات كتير جدا، السيستم دي اكتر حاجه انا اقدر اقول لك ان انا يعني كنت مبهور بيها، ومبهور ان هي ممكن تتحط بسهوله خالص. يعني فكره وجود سيستم من اول يوم لاخر يوم، فانت عارف كل حاجه ماشيه امتى الساعه كام. دي الحاجه اللي اقدر اقول لك يعني مفتقدينها شويه، انما احنا كتالنتس الحمد لله احنا خرجنا من التجربه، الناس كلها بتشكر في هشام، بتشكر محمد، الناس طايره بيه الحمد لله، الناس اتكلمت عليا كويس، ريم لما جت يعني الحمد لله كلنا خارجين بسمعه كويسه قوي 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 قوي، والدليل على كده بيكلمونا كلنا تاني على بروجكتس جديده وبقيت متاكد ان احنا بجد عارف في مثلا كده بتغزل برجل الحمار، عارف الحاجات دي طبعا. اللي هو فبالتالي لما يدونا الحمار بحاله بالظبط كده، ده بجد بجد بقى لو في كل حاجه بتعرف تعمل كده. وهناك كل في كل واحد بيعمل حاجه هو عارف بيعمل ايه كويس قوي 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 قوي. فهو فكره السيستم هي دي اكتر حاجه بصراحه انا شايف ان هي دي نتعلمها، او انا اتعلمتها من بره وبنحاول نطبقها هنا دلوقتي. طيب الموضوع بقى جه ازاي؟ يعني عايزين نعرف كواليس القصه جت ازاي، مين جه على البروجكت الاول، ليه كان ممكن ازاي بيستعين بمونتير اجنبي، ازاي هم تقبلوا الفكره؟ يعني ماشي مخرج مصري حلو، لكن المخرج مصري والمونتير مصري والمزيكا مصري، ايه الحكايه؟ بص محمد الموضوع جه بطريقه كوميديه جدا. كنا بمنتج فيلم انا ومحمد، اسمه فيلم اسمه اميره طبعا. فواحنا بمنتج محمد قال لي كده والله ده انا في بروجكت مكلمين دلوقتي على بروجكت، بعمل تريتمنت لبروجكت مع ديزني ومع مارفل وبتاع، وما قاليش ايه البروجكت بتاع. طبعا انا من جوايا عارف اللي هو يا رب يكلمني، يا رب يقول لي حاجه، ما اداني هنت كده. ايوه الف مبروك طبعا اكيد. خلصنا الفيلم وكل حاجه وما قاليش حاجه خالص. شغال في يوم في سيشن كده لقيته بعت لي، ما كلمني ما ردتش، كنت بعمل حاجه في سيشن، بعت لي مسج قال لي رد عليا مارفل، دي المسج بالظبط. خرجت من السيشن كلمته قال لي دلوقتي هيكلمك فلان من شركه مارفل وهيبعت لك ايميل وبتاع، ابعت لهم شغلك. وحصل التواصل ده بصراحه خدنا فتره كبيره قوي عشان بيعملوا زي اختبارات، بس مش اختبارات اللي هي يعني اختبارات تقديم، بس بيعملوا اختبار عشان يعرفوا انت قد ايه مناسب للسيستم. وبصراحه ات ونت فيري ويل، والموضوع عدى بلذاذه جدا. رجوعا لموضوع محمد تحديدا وفكره ان هو انه اصر على شويه نجيب كاليبرز من هنا، دي انا بشوفها بصراحه يعني انا 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 من جوايا عارف بقول لك ممتن لمحمد في دوت، يعني لان هو ما حبش ياخد الكوره ويمشي بالكوره لوحده، قال لك لا انا في مصر، واصر جدا على فكره ان هو دليل على كده. احنا كنا ثلاث مونتيرين في البروجكت ده، كل مونتير بيعمل حلقتين، وده السيستم بره ان مفيش حد بيعمل السيزون على بعضه. الاثنين التانيين اللي كانوا معايا هم ناس مهمه جدا جدا جدا، يعني سيدريك ده راجل عامل شو اسمه ذا بويز، ده واحد من الشوز المهمه جدا. جون المونتيره الثانيه دي واحده اشتغلت في كيل بيل 2، فكلهم النوع الكاليبرز نفسهم مهمين قوي 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 قوي. احتكيت بيهم؟ احتكيت بيهم، كنا بنشتغل مع بعض، احنا كنا تيم بعض. كنا تيم، ودي فكره ثانيه برده من فكره ان التيم ورك دوت. فكان اسهل حاجه ان هم جابوا لمحمد اوبشنز كلها عظيمه يعني، وكذلك هشام نتي، يعني كان ممكن لو طلب هانز زيمر كان هيجي، بس يعني اصرار هشام ان يبقى فيه الفليفر المصري دوت في البروجكت
بصراحه انا شايف ان هو كان يعني مش تحيزا لينا بس كان ده ساعد في نجاح البروجكت ونديله الرياليتي شويه لان هو في جزء بيدور في مصر. في نفس الوقت يعني هو حب يهايلايت كده ان في عندنا ناس مهمه جدا مش انا بس. فدي طبعا انا حاجه ممتنه لمحمد فيها جدا وشايفها في قمه الذكاء انه ما خدش الكره ومشي بيها لوحده وقال لك اخد الكريدت لوحدي. بالعكس ده جاب ناس معاه وحطهم في حتاتهم. مش بقول لك هو في جزء منه انا بقول لك انا محظوظ جدا ان في الاخر يعني الحمد لله الواحد بيجتهد وكل حاجه بس فيها جزء كده اللي هو توفيق ربنا قوي في الموضوع. مليون في الميه. حسيت يعني في ناس كده دايما يقول لك انا خاف يعني ساعات ممكن حد يجي له الفرصه قدامه. انت دوست على الحته قوي اللي هي كانت انا فيها جدا. بص انا اول يا عم انا مالي دي ناس كبيره قوي انا افرد ايوه صح. هو ده على فكره ده الهاجس اللي قعدت انا فيه لمده 6 شهور قبل ما اسافر. 6 شهور قبل ما اسافر وشهر ونص اول ما وصلت. انا بالنسبه لي خد بالك انا 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 انا, أنا مونتير مصري ما بتكلمش انجليزي كويس. هشتغل على سوفت ويرز انا ما اعرفهاش او ما اشتغل عليها. انا كان هناك بيشتغل على سوفت ويرز انا ما قعدتش عليها في حياتي. التيم مش تيمك مش بلدك. هتسيب السيف زون بتاعتك اللي انت فيها مش هقول لك بتبقى مطمن عندك شغل في شغل في شغل يعني خلاص انت بقالك كتير بتعمل في الشغلانه فاسمك كومفورت زون زي ما انت قلت سيف زون سيف زون فهتسيب كل ده وتروح. طيب وعائق اللغه عارف كأنه بالظبط كده. وبعدين قلت ايه هو انا ما انت محتاج تشالنج تخليك يلا روح نط في المحيط ايه اللي هيحصل يعني هتغرق مش هتغرق يعني هيمشوك يا عم هيمشوك بس اديك حاولت فاهم قصدي بتبقى فيها كده بتاع مش احباط بس انت مش عارف انت رايح بس قبل ما توصل للخطوه دي قعدت ست شهور في الست شهور في الفكره بتاعت وناس بقى تحبطك انت مجنون هتسيب اللي انت مطمن له هنا وانت هنا نجم يا عم هتروح تعمل ايه هناك اتقالت لك كتير مش قالتليش بالصوره الوحشه قالت لي بالصوره اللي هو خايف عليك فاهم قصدي ما هي هي وبعدين بصراحه انا ممتن بقى للتجربه كلها على بعض لان انا السنه دي تجربه حياتيه انا ممتن لها جدا. انا اتعلمت حاجات في فكره السنه دي ان انت بتبقى محتاج كل فتره كده محتاج حته الكهرباء دي اللي هو ترجع تخاف تاني تخاف جدا. انا الغالب بخاف من اي لو داخل اعمل عين ببقى خايف بس برضو عندك الحته بتاعت انا فلان اللي هو مش ببقى عارف انه الخبره خليك تعمل كده لا وليك عشم زي ما بقول لك ليك كريديت شويه بالظبط. انت هناك محدش يعرفك وعلى فكره اول ما رحت هم الراجل الفيرست اسيستنت اللي معايا قاعد جنبي كده قلت له بص انا ما بعرفش اشتغل على السوفت وير ده اتخض. فهو حتى بيحكي لي بعدين بقى بيقول لي انا كنت متوقع ان انت قدامك اسبوعين ثلاثه وهيمشوك لان انت فاهم برضه انا قاعد بتعلم كل حاجه فروم سكراتش وما اتكسفتش ان اقول كده فاهم قصدي واتكلم الانجليزي بتاعي اللي هو جود سكول باي باس والحاجات اللي هي فاهم اللذيذه دي اللي اتعلمت كل حاجه كانت بصراحه والله يعني دي من اهم التجارب الحياتيه اللي انا عديتها. بتشتغلوا فين؟ احنا بدانا البروجكت في المجر اللي هو كان في تصوير الاول الدخل كله في المجر. قعدنا 6 شهور في المجر تقريبا وبعدين قعدنا سنه اولموست في امريكا بعد كده في الليل. وانت كل ده مش موجود في مصر؟ انت كل ده مش موجود في مصر؟ خلاص كده جيت مره في النص جيت مرة. ودي حاجه من الحاجات اللي كانت بصراحه يعني من جوايا قبل ما اخد القرار ده اللي هو هل اختفي عن الماركت سنه ونص هل بصراحه اكتشفت ان دي كانت حاجه مهمه قوي انك تبعد كده وتشوف كل حاجه ثرو كده عدسه بعيده كده عدسه واسعه كده وتعرف انت عايز ايه بقى من ده بتفهم كده وفاهم قصدي يعني مش هقولك ما يفوتكش حاجه بس بتبقى عارف انه هو انت مجهودك في اي حته هيوديك في حاجه مظبوطه فكانت شويه قاسي في اول انك تاخد القرار نفسه بس في اثناء التجربه نفسها انا اتعلمت حاجات كتير جدا. بقول لك انا هفضل ممتن للسنه دي او السنه ونص دي ممتن لهم على المستوى العملي والمستوى الشخصي بصوره كبيره جدا. غيروا حاجات كتير قوي فكره كتير قوي خلوك تتعود ما تبصش في المرايه وانت سايق سوق واللي هيجي من جنبك هيسبقك انت هتعرف يعني فاهم قصدي مش فكره احنا مش في سباق فكره ان هو والله لو انتوا الاثنين وصلتوا يعني اتعلمت حاجات كتير قوي انا حقيقي بقول لك يعني انا التجربه دي فرقت في حياتي خالص. والريسك بيخليك كده بعد شويه بيعلي رجعت تاني عندي 20 سنه مش هكدب عليك يعني وانا عندي 40 سنه رجعت عندي 20 سنه بالظبط مليون في الميه. بس اللحظه انت بتقول كان في لحظه تردد كتيره قوي وانت هناك بقى بدات الشغل في الاسبوع الثاني والثالث الاسيستنت قال لك ان انا مش متوقع ان انت هتكمل يعني انت نفسك ما حصلكش لحظه لا الموضوع يا جماعه ايه يا جماعه ده ايه يا جماعه اللي بتعملوه ده ايه الموضوع ده انا بتكلم بيني وبينك اوكي وانا هكلمك ما هو بيني وبينك قدام الكاميرا بيني وبينك لا بس بالعكس انا بحب اقول ده عشان دي اعتقادي هي فيها كده تعرف ليه يا حافظ علشان مهم جدا ان كل اللي بيحبوا الشغلانه دي وبيحبوا المهنه دي وعندهم الحلم ده يسمعوا احمد حافظ بيقول كده عشان يعرفوا انه كلنا بنعدي في ده لو احنا بنبتدي الكارير لو احنا في البيك بتاع الكارير كلنا بنعدي بده عشان ده حاجه انسانيه جدا ولو ما عملناش كده وما عدناش في ده يبقى في حاجه مش مظبوطه فانا نفسي يسمعوا ده منك انت
عندك حق. بص هو وسيبك من ان احمد حافظ، احنا عندنا احنا محظوظين ان احنا في الاخر عندنا مساحه ان ينفع اقعد اتكلم معاك النهارده قدام كاميرا، فعندنا مساحه دي. فاحب اقول ده يعني، في غيري في شغلانات تانية كتير قوي ما عندهمش المساحه دي وانجح مننا في حاجات تانية كتير جدا طبعا. جدا. جالي طبعا جالي 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 انا قعدت شهر تقريبا ما بنامش، وده بجد مش بأوفر، شهر ما بنامش، اللي هو بنام ساعه واقوم بحلم حلم يخضني فاقوم. وبمناسبه الفيرست اسيستنت اللي قال لي البتاع ده، بعد كده بقى من اكتر الناس اللي في صحابي ومن اكتر الناس اللي وقفوا في ظهري في الاخر. دانيال سكوت ده من اكتر الناس اللي وقفوا في ظهري لغايه اخر البروجكت. بص انا كنت برضو محظوظ ان انا ما رحت، كان في محمد دياب وكان في ساره جوهر مرات محمد، كانت بروديوسر في البروجكت، كانت اكزيكتيف بروديوسر، فكانوا برضو شويه في فاميلي، في حد في الاخر في اما تبقى بتعيط كده بالليل ولا ما بتوطي كده تروح تقعد عندهم هتطمن. هو اصلا بقى هو بقى في ريسك اكبر مني، هو بيقف قدام اوسكار ايزاك قدام ايثان هوك بيدي بيقول له. محمد شخص عنيد جدا يعني، محمد يعني مصر على ارائه لغايه اخر يوم، ومصر ومش عندي مش بالطريقه الوحشه، بالطريقه اللي هو عايز يثبت الراجل اللي يقدر يعمل حاجه مختلفه. طبعا احبطت كتير جدا في الاول، والكلام اللي هو من النوع اللي هو ايه ده انت هتعمل ايه في اللي هنحس في اول بروجكت، هتعمل ايه في لما نبقى في الديدلاينز وفي الكلام ده كله، كان في اللي هو الاحباط ده في الاول كتير. بس بعد 6 اسابيع بالظبط انا قررت ان هو، هم قالوا لي كلمه، قالوا لي على فكره خد بالك السيستم هنا ان ممكن اي حد يمشي في اي وقت، في اي وقت مهما كان قوه التايتل بتاعك، ممكن في اي وقت، لان هم في الاخر احنا كلنا شغالين عند البروجكت. ودي فكره زي ما هتبدو انها وحشه هي فكره كويسه جدا في الاخر، انه في سيستم، فاهم قصدي؟ في سيستم، فالناس كلها عارفه انك هتفولو السيستم، مش هينفع تضيع ساعه من وقتك في تايم مانجمنت وكل حاجه. بعد 6 اسابيع بالظبط من بدايه البروجكت انا قررت ان هو فكره انا مش همشي، انا مش همشي يعني، انا مستقتل هنا، انا مش همشي. لان كمان مش عنده مش حاجه وحشه، هي خلاص بقى في فكره انك عندك خدت الزقه الاولانيه وعديت الخوف وخلاص بقى انت في نص المحيط، ما عندكش يعني هتعوم راجع كل ده ولا هتكمل؟ هتكمل بقى ما بالظبط، وحرام اللي اتحط يعني، حرام اللي حصل. فهي يعني الموضوع ببساطه شديده هو اصرار و و و و ومش مش مستحيل يعني، هي مش صعبه مش الدرجه دي، الموضوع اسهل ما بتبقى جواه، اسهل ما تشوفه من بره. اعتقد ان ما كانتش فرق قوي ان ده بروجكت تلفزيون مش سينما، خلاص صح، سيستم بره دلوقتي تقريبا كلهم حابس نفس السيستم، نفس الشيء نفس فانت كده تعتبر خلاص بقى، غير ان انت واحد من اهم واكبر اسماء المونتاج في العالم العربي في السينما وعندك كمان جوائز دوليه، يعني تقدر كمان دلوقتي مؤهل ان انت تعمل او تمنتج شغل سينما عالمي. انا اعتقد هو ده الطموح بصراحه، مش هكذب عليك، هو ده دلوقتي انت البروجكت ده خلاه عندك كمان فكره ان السقف بيتغير يعني. يعني انا نفسي في جائزه من مهرجان القاهره، ونفسي في جائزه من مراكش، نفسي في الاوسكارز، ونفسي في الايمي زي ما هشام راحل كان نومينيتد. بقت سقفك بقت بجد شايف ان ده مش بعيد. انا رحت حضرت هناك حفلات انا كنت بشوفها في التلفزيون او بشوفها على الانترنت، وليا نفسي ابقى زي الناس دي. حضرت اتحاد وقابلت ناس انا كنت بحلم بقرا اساميهم اتخض، قابلتهم وعرفتهم. في الموضوع حقيقي الموضوع مش صعب، الموضوع سهل جدا طول ما انت في اصرار كده معين، هتوصل وتوصل بسهوله طالما في اصرار. وفي اللي جالك بقى بعد البروجكت ده كرد فعل سواء هنا سواء في العالم، كل بقى الصعوبه اللي انت عديت بيها ديت مع عرض اول حلقه، مع الحلقه يعني من اول حلقه البروجكت كان هيت، ومن اول حلقه البروجكت كان ترند، ات واز وان اوف ذا هاي، هو من اكثر الحلقات او اكثر المسلسلات مشاهده صح في تاريخ مارفل، وده فاكت. صح، هو كان جيم تشينجر المسلسل ده بالنسبه لهم بصراحه. انت مش بس عديته، لا انتوا نجحتوا هو عالميا. هو هناك المباركه كانت على فكره وي ميد ات تو ذا فاينل لاين، فاهم؟ هي دي المباركه، مش مباركه ان احنا عملنا بروجكت ميد تو ذا فاينل لاين ونجحنا. حسيت بايه؟ بص احنا هنا لما بننجح وبنبسط قوي وبنقول لك احنا ترندنج مش عارف ايه بتاع. صحيت من في يوم من النوم انا فاكر كويس جدا، صحيت على محمد منزل تويتر كاتب ان كيفن فايجي بيشكرني كمحمد دياب على ان انا ده جبت هشام نزيه واحمد حافظ في البروجكت. انا اتخضيت من التويتر، حسيت ان انا لسه بحلم والله، انا مش بهزر عليك، هو انا ما فوتش. وبعدين بتلاقي تويتر اسمك بيمنشن، يعني حصل له اسمي موجود على تويتر، الناس بقى اللي ليهم علاقه بالصناعه يقول لك برافو في فلان اسمه احمد حافظ حتى الناس. ففكره انك بتلاقي الاكسبوجر مختلف دي كانت خضه رهيبه جدا، وفي نفس الوقت بتخوفك بقى. طب ماشي اوكي حلو قوي، انا قعدت بعد من بعد البروجكت ده بقى عندي حاله خوف اكتر من الاول. طب ايه اللي بعده؟ اعمل ايه في اللي بعده؟ ماشي خلصنا ده، وما بحبش اقف عند النجاح، انا بخاف اتبسط قوي بالنجاح. مش محليا يعني، مش عالميا كمان، محليا برضه. محليا طبعا، انت الناس هنا بتقعد شايفاك دلوقتي في حته. ده كمان على الصعيد الثاني كيرا والجن مكسر الكون. ده انا رجعت عشان كيرا والجن مكسر الكون برضه يعني، هو لوحده بقى قصه ثانيه، وعمال بياخد جوائز وعمال بيحصل حاجات وبروجكت تقيل ومهم. صح، فانت في الحاجتين في بنش مارك انت خلاص ما ينفعش تنزل عنه. ده بيخوفك اكتر، ده بيحط عليك بريشر اكتر كده من غير ما تاخد بالك، اللي هو بتاع ها اللي بعده.
محدش فينا يعني بيبقى ضامن كل حاجه. انت بتخش في كل الحاجات دي فيها ريسك كده وفي اي حاجه انت مش عارف البروجكت الجاي هيجي لك عامل ازاي. قلت حاجه مهمه جدا، قلت ان احنا مؤهلين، ان احنا عندنا كفاءات حتى لو بنغزل برجل حمار. ايه اللي محتاجاه دلوقتي صناعه السينما المصريه وتحديدا المونتاج عشان الشباب وعشان اي حد مونتير شاطر في مصر يكون لما يتحط في موقف زي اللي انت اتحطيت فيه دوت ما يبقاش حاسس ان هو بيغزل برجل حمار حتى لو كان هو ناجح هنا؟ ايه اللي محتاجاه الصناعه ومحتاجه السيستم؟ بص، الناس كلها اول ما رجعت قلت لك طبعا ما في فرق فلوس رهيب جدا. طبعا في فرق فلوس وفرق ميزانيات، بس مش ده الموضوع خالص. الموضوع كله زي ما بقول لك فكره انه احنا غصب عننا في مصر كل بنفاجئ بكل حاجه لغايه دلوقتي. يعني بنخش مسلسل لرمضان بنفاجئ ان رمضان قرب، بنخشه متاخر. ودي مش ده مش عيب في الصناعه، ده احنا ده بقى السيستم اللي احنا اتعودنا عليه، بنشتغل تحت بريشر وبنشتغل فاتعودنا على ده. اعتقادي ان الصناعه دلوقتي محتاجه يبقى في سيستم. السيستم ده مش هيجي غير من البني ادمين، احنا اللي هنعمل السيستم ده. وده اللي حاولنا نطبقه احنا شويه في كيلة والجن واحنا شغالين، نبقى في سيستم. اشتغلنا برضه تحت ديدلاين واشتغلنا في وقت تايت، لان انا كنت راجع متاخر اصلا من امريكا وكل الكلام ده كله، وانا كنت سبب في التاخير. فالظرف حكم. الظرف حكم، بس حاولنا نعمل فكره السيستم. يعني الموضوع ببساطه هو ورقه وقلم، فاهم قصدي؟ يعني بقى من غير ما نخش في حاجات بقى لوجيستيك صعبه، هو ورقه وقلم. هنقعد نعمل والله احنا نازلين يوم كذا، عايزين نبدا يوم كام، ونعمل حساب للقدريات. المان باور مش عايزين نستهون بالفكره دي. احنا برضو في الاخر ممكن اقول لك حتى على سكيل المونتاج، انا متعود اشتغل كمونتير ومعايا واحد مساعد او اتنين، هناك بره انت معاك اربعه. مش رفاهيه، هو عشان يبقى كل واحد بيعمل حاجه الدنيا ما تعطلش. لو واحد بيعمل اكسبورت او بيطلع الحلقه التاني بيعمل كذا. فكره المان باور دي، ودي حاجه من الحاجات اللي لازم نفكر فيها كويس، عشان دي هتخلي ناس عدد اكبر من في الصناعه يشتغل. حتى لو جبنا شباب صغيرين من المعهد وشغلنا، وده اللي انا بعمله دلوقتي، احاول يبقى عندي واحد مساعد مين معايا من زمان واتنين جداد. هو هيتعلم حاجه وفي نفس الوقت هيفيدني، هيشيل عليا جزء صغير حتى لو قد كده، فهو هيتعلم وانا هستفاد. فهي دي فكره سيستم هيتحط في كل الديبارتمنتس. واعتقد يعني واحنا بنتحسن على الاول، اعتقد ان احنا دلوقتي في حته طبعا. دلوقتي في المرحله اللي احنا فيها دي لازم نتكلم ان احنا برضو احسن من قبل كده. مهم جدا برضو نقف عند صناعه السينما المصريه حاليا، واحنا في مهرجان القاهره السينمائي اللي من السنه للسنه بيكون، وده اللي قلت في الاول، احنا من السنه للسنه بنعمل جاي زي تقييم زي كده كشف حساب، الكلمه الكليشيه. شايف احنا فين سينمائيا في مصر، خصوصا زي ما قلت ان انت كنت جزء مهم جدا من واحد من اهم افلام، مش بس السنه، واحد من اهم افلام السينما المصريه بالارقام والمستوى الفني. انا اعتقادي ان احنا دلوقتي في حته حلوه جدا، وعلى فكره انا مبرري للكلمه دي، اول واحد يقعد قدامي يقول الكلمه دي، مبرري للكلمه دي، ولا حاجه. بس احنا طالعين من كوفيد او طالعين من كارثه في العالم كله. احنا النهارده في سيزون واحد اعتقد في مصر احنا عندنا فوق ال 250 مليون ايرادات تقريبا، وده مؤشر على فكره. هو المؤشر بتاعنا اكتر من البوكس اوفيس. سيبك بقى ان في الفيلم ده خد كام جايزه او لا، انا في الاخر المؤشر بتاعنا هو البوكس اوفيس في الاخر. الناس عايزه تروح سينما. احنا اعتقد في وان سيزون فوق 250 مليون، وده اعتقد بدانا نرجع تاني مكان ما كنا واقفين. يعني احنا اخر سيزون اللي هو كان فيه ولاد رزق والفيل الازرق 2 ومش عارف ايه كان بيلعب في نفس المنطقه تقريبا. صحيح. يعني دلوقتي احنا اولموست رجعنا في نفس الحته، فده مؤشر قوي جدا ان احنا الناس عطشانه تتفرج على الافلام، الناس عطشانه تروح سينما. بكلمك على مستوى الجمهور، واحنا كصناع اعتقد عطشنا نشتغل، عايزين نشتغل اكتر. يلا عايزين حجم اكتر يعني. طب حرق الافلام على البلاتفورمز ده شايفه ازاي؟ انا شايفه مفيد جدا والله، لان مفيد جدا. هقول لك طب بس دلوقتي انا هقول لك بدون ما اقطعك، بس انا النهارده واحد في فيلم جديد نزل، طب انا هشوفه ليه؟ بقى قدامي اسبوعين واشوفه في البلاتفورم. لا شهر شهرين. بس مش كل الافلام انت في عندك، مش كل الافلام، مش كل الافلام. البلاتفورم النهارده برده ماليها بوكس اوفيس، ما انت النهارده بتخش تتفرج معانا باشتراك بكل الكلام ده كله، حتى لو هتاجر الفيلم او هتخش في منصه التوزيع ما ده بوكس اوفيس برده، ما الفيلم بيبيع بفلوس. بس انا شايف ان هم ما يتعارضوش مع بعض بصراحه شديده جدا، شايف بيكملوا بعض. ومش كل الافلام تبقى انتاج بلاتفورمز، ففي افلام تنزل السينما وفي افلام تبقى عايز تشوفها في البيت. ان احنا بقينا بنحب نتفرج على فكره، الناس قاعدين حتى بره الصناعه بيحبوا يتفرجوا على افلام كتير. طبعا اتفرج في البيت واتفرج في السينما واتفرج بتاع. شايف ان ده مفيد للصناعه. هتلاقي سكيل الصناعه كبر، هنشتغل اكتر. احنا عندنا النهارده عدد من الناس اللي في الصغيرين والكبار كبير جدا. احنا الصناعه بقت مش عايز اقول لك ان هي بقت مملية اكتر من البتاع، بس بقت في ناس كتير مستعده تشتغل، وعندنا ناس كتير شطار. فبالعكس ده هيخلي الصناعه تشتغل وهيخلينا نعمل شغل اكتر. يعني انت مش على عكس المتشائمين خالص. انا متفائل جدا جدا جدا، زي ما بقول لك هو دليل بوكس اوفيس اهو، النهارده 250 مليون في وان سيزون. لا بالعكس متفائل جدا. ثانك يو حافظ، شكرا ليك انت، شكرا اديتني فرصه نقعد نرغي شويه كده بقالنا كتير. شكرا.